الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الإمامة لها علائم وهذه العلائم تختلف حيث انها ان بعضا منها عامه لعامة الناس وان بعضا منها خاصه اولى تلك العلائم النص يعني رسول الله صلى الله عليه واله نص على امير المؤمنين علي عليه السلام في الغدير وفي غير الغدير، مما رواه الفريقان بشكل متواتر. ومن تلك العلائم الوصيه ومن تلك العلائم ان يكون اكبر ابناء ابيها الاحياء من غير عله باستثناء إمامة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حيث إن إمامته كانت بعد أخيه. أما سائر الأئمة فهم حين استشهاد أبيهم كانوا أكبر الأبناء الأحياء من غير عله. فإن كان الأكبر فيه عله لا يكون إمامًا كما في عبد الله الافطح كان اكبر من الامام الكاظم لكنه كان فيه فطح والفطح عيب في الراس او في القدمين او كان الاكبر ميتا في حياه ابيه فيكون الامام اكبر الاحياء حين وفاه الاب كما ان علي الاكبر عليه الصلاه والسلام كان الأكبر لكنه استشهد في حياة الإمام الحسين. فلما استشهد الإمام الحسين كان أكبر الأبناء الأحياء هو الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. ومن جملة العلائم سلاح الرسول صلى الله عليه وآله ومواريث الأنبياء. الإمام هو الذي ينتقل اليه السلاح وينتقل اليه المواريث. وهذه المواريث من بعد رسول الله صلى الله عليه واله كانت عند الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. مواريث الأنبياء من كتب ومن خصوصيات كعصا موسى مثلا وخاتم سليمان وطاست موسى وغير ذلك من أمور خاصة بالأنبياء وكذلك سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله هذا السلاح يشمل سيف الرسول درع الرسول لامة حربه ولامة الحرب نوع من أنواع الدرع أيضا ومغفر الرسول الذي يوضع على الراس لوقاية الراس وراية الرسول صلى الله عليه واله هذه التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه واله في حروبه هذه ايضا من علائم الامامة كما ذكرنا بعض هذه العلائم خاصة وبعض هذه العلائم عامة الآن نريد أن نبدأ بفاصل عقده الكليني في كتاب الكافي باب باب ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول الله صلى الله عليه واله ومتاعه وايضا الامتعه الخاصه بالرسول وسنذكر ذلك اما الحديث الاول من احاديث هذا الباب يشتمل على مقطعين المقطع الاول في نفي ادعاء بعض الزيديه على ان سلاح رسول الله صلى الله عليه واله كان عند عبد الله ابن الحسن وهو حفيد الامام الحسين وحفيد الامام الحسن لان الحسن المثنى هو صهر الامام الحسين فانجب الحسن المثنى من فاطمه بنت الحسين عبد الله وعبد الله عمر طويلا وفي بدايه دولة بني عباس خرج ابنه وهو الذي يدعى محمد ابن عبد الله ذو النفس الزكية واتبعه كثير من الناس وكانت بينه وبين المنصور العباسي حروب إلى أن انتصر المنصور وقتل محمد ابن عبد الله في المدينة المنورة وقتل أخوه في حرب قرب الكوفة والمنصور اعتقل مجموعة من بني الحسن من جملتهم عبد الله وألقاهم في السجن وقتلهم في السجن بأن أمر بأن يهدم سقف السجن عليهم فصار السجن قبرا لهم هذه في منطقة تقع قرب الحلة وتوجد قبورهم الآن لهم مزار هناك فالزيدية ادعوا لعبد الله ابن الحسن ولابنه محمد ابن عبد الله ادعوا الإمامة وهؤلاء كانوا يقولون بأن من علائم الإمامة وجود سلاح الرسول عند مدعيها كما نقول نحن، طبعا الزيدية فرق، ولعل هذه هذا المعتقد معتقد بعض من الزيدية، أو بعض الذين كانوا في ذلك الوقت، فادعوا الإمامة لعبد الله بن الحسن ولابنه محمد بن عبد الله وكانوا يدعون ان سلاح رسول الله صلى الله عليه واله عند عبد الله بن الحسن في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ينفي ذلك ويقول ان سلاح رسول الله صلى الله عليه واله عندنا يعني هذا السلاح كان عند الامام الباقر ومن قبله الامام زين العابدين ومن قبله الامام الحسين ومن قبله الامام الحسن ومن قبله الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هذا قسم من الحديث. القسم الاخر من الحديث الامام الصادق يبين جمله من مواريث الانبياء مضافا الى سلاح الرسول صلى الله عليه واله التي هو بحوزه الائمه عليهم الصلاه والسلام فيذكر رايه الرسول صلى الله عليه واله ويذكر الواح موسى يعني التوراه وكتبنا له في الألواح من كل شيء وعصى موسى ويذكر خاتم سليمان وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخاتم وسيلة لتسخير الريح ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأيضا لتسخير الطيور والحيوانات والجن هذا الخاتم وصل إلى رسول الله صلى الله عليه واله ومنه إلى الأئمة، وأيضا يذكر الإمام الصادق في هذا الحديث طشت موسى الطشت الذي كان يقرب فيه القربان، ويذكر أيضا الاسم الأعظم الذي كان عند الرسول، عند الرسول صلى الله عليه واله، وأيضا يذكر سلاح الرسول. زين الامام الصادق في هذا الحديث ترتيبه في تقسيم هذه الودائع الست او السبع تقسيم لطيف، اولا يبدا برسول الله وينتهي برسول الله صلى الله عليه واله، في البدايه يذكر رايه الرسول المغلبه او المغلبه او المغلبه وفي النهاية يذكر سلاح الرسول صلى الله عليه واله. يذكر العلم ألواح موسى. يذكر القوة عصا سليمان، عصا موسى وخاتم سليمان. لذا جمع بينهما عصا موسى وسيله للقوه وخاتم سليمان وسيله للقوه وبعد ذلك يذكر الطشت الذي فيه القربان يعني التقرب الى الله سبحانه وتعالى العلم والقوه ووسيله التقرب وهذه ذكرها بين رايه رسول الله المغلبه او المغلبه او المغلبه, أو المغلبة وبين سلاح الرسول صلى الله عليه واله، فبدأ بالرسول وانتهى بالرسول، وفي البين ذكر مواريث الأنبياء من العلم والقوة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما ألواح موسى فواضح التوراة نزلت على موسى في ألواح خشبية حينما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطور وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله الى ان جاء موسى عليه الصلاه والسلام بالالواح وفي نسختها هدى ورحمه هذه الالواح من بعد موسى كانت من مواريث الانبياء وهذه الان موجوده عند الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأما عصا موسى فواضح الله سبحانه وتعالى أجرى المعجزات على يد موسى بواسطة عصاه كانت تتحول إلى ثعبان إلى حية علامة على صدقه وأكلت بسرعة ما صنعه السحرة تلقف ما يأفكون وأيضا بها شق موسى البحر وايضا بها كان يضرب على الحجر فتنفجر منه العيون وقد ورد ذلك في ايات متعدده من القران الكريم. واما خاتم سليمان فقد ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى جعل معجزه سليمان عبر هذا الخاتم في تسخير الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الغدو يعني الفتره الصباحيه. الرواح يعني الفترة المسائية، يعني موسى ، يعني سليمان كان يركب على الريح فكانت تنقله في الفترة الصباحية بمقدار مسير شهر، يعني آلاف الكيلومترات، الراكب حينما يركب على فرسه أو على البعير ويسافر، السفر لمدة شهر كم يطول؟ شهر، كم المسافة؟ الاف الكيلومترات في الفتره الصباحيه سليمان كان يركب على الريح ومقدار مسير هذه الريح بمقدار الشهر يعني مثل الطائرات الان رواحها شهر يعني في العصر في المساء حينما تتحرك بمقدار مسيره الشهر وايضا الجن كانوا مسخرين لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. وايضا الطيور كانت مسخره لسليمان ومنها الهدهد وتفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. هذا الخاتم ورثه الرسول صلى الله عليه واله ومنه إلى الأئمة وأما طشت موسى عليه السلام القربان هذه عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى يومنا هذا واتل عليهم نبأ أَبْنِي آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فتقريب هابيل كان قربان ثم بعد ذلك هذا القربان استمر الشرائع المختلفة إلى شريعة الرسول محمد صلى الله عليه واله، المسلمون يقدمون الأضحية في منى لمن كان حاجاً بالعمرة بحج التمتع أو حج القران وجوباً إذا حاج بحج التمتع يجب عليه أن يقدم هديا فما استيسر من الهدي. وكذلك إذا كان حج القران هذا بنحو الوجوب. أما إذا لم يكن حاجا بحج التمتع أو حج القران كالناس الذين في الآفاق فيستحب لهم ذبح الأضحية في أيام عيد الأضحى. طبعا الحكم لمن كان في منى أربعة أيام يعني للحاج الذي هو في منى يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وتسمى أيام التشريق لأن الشمس تشرق على أضحيات في منى أما لسائر الناس في الآفاق ثلاثة أيام يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر أيام عيد الأضحى فإذا تقديم القربان من آدم إلى الخاتم عليه الصلاة والسلام وفي شريعة موسى أيضا كان تقديم القربان، هذا القربان كان يقدمه موسى في طشت، زين هل كانت توضع الذبيحة أو الخروف مثلا في هذا الطشت فتأتي نار فتحرقه من السماء؟ هذه كانت في الشرائع السابقة أو لا كان يذبحه في الطش ثم يوزعه كما في هذه الشريعة، لأن في هذه الشريعة لا يوجد نار تأكل القربان. الله سبحانه وتعالى أمر فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الأضحية هذه تؤكل، لكن في الشرائع السابقة الحالة كانت إما النار تأتي وإما أن يذبح ويوزع هذا الطشت اللي هو علامه للتقرب الى الله سبحانه وتعالى من مواريث الانبياء كان لدى موسى فوارثه الانبياء الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله والى الائمه وكل هذه المواريث الان موجوده عند الامام المهدي وقد ذكرنا في الحلقات الماضيه فائده هذه المواريث اولا تشريف ثم إن الله سبحانه وتعالى جعلها أو جعل بعضها وسيلة للولاية التكوينية هنا الراوي سعيد السمان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقال له أفيكم إمام مفترض الطاعة الزيدية يعتقدون هذا الجامع بين جميع الزيديه يعتقدون بان الامام هو كل فاطمي يعني شريف من ذريه فاطمه الزهراء سلام الله عليها سواء كان حسنيا ام كان حسينيا لا فرق في ذلك كل فاطمي خرج بالسيف ولو لفترة قصيرة من حياته الإمام الحسن يعتبر عندهم إمام لأنه خرج في بالسيف في بداية عهده وكذلك شارك في حروب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الجمل وصفين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خرج في اخر حياته على يزيد بن معاويه لعنه الله وايضا شارك في غزوات والده ومن بعد الحسن والحسين عليهم الصلاه والسلام كل فاطمي خرج بالسيف زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه خرج بالسيف على بني اميه واستشهد رضوان الله تعالى عليه الان مقامه موجود في منطقه بقرب الكوفه فاستشهد ثم دفن ثم نبشوا قبره وعلقوا جثته اربع سنين ثم امر السلطان الاموي ان تحرق جثته والرماد يذر في الفرات لكي لا يبقى اثرا له لانهم راوا ان قبر الامام الحسين عليه الصلاه والسلام اصبح معلما فما ارادوا ان يصبح هناك معلم اخر على كل حال الان مكان صلبه وحرقه مزار ويزوره المؤمنون طبعا نحن عندنا زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه، كان من فقهاء آل محمد، ولم يدعو لنفسه، هناك روايات في كتاب الوافي عقد بابا حول ذلك، وكان يدعو الى الرضا من آل محمد، وفي حديث عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: لو ظفر لوفى، على كل حال الزيديه يعتقدون بامامته، ومن بعد كل سيد فاطمي حسني او حسيني خرج بالسيف، فمن جمله من خرج بالسيف محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب، محمد هذا وابوه عبد الله، يعتقدون بامامتهما لانهما خرجا بالسيف. فبعض انصارهما جاء الى الامام الصادق وقال له هل انت امام مفترض الطاعه مقصودهم شنو مقصودهم انه انت الذي يتوفر فيك الشرط الذي يقول به الزيديه بانك تخرج بالسيف وتدعي الامامه زين الامام الصادق كان يدعي الامامه لكن لم يخرج بالسيف ولم يشارك في حرب من الحروب ابدا فلذلك الامام عليه الصلاه والسلام نفى ذلك يعني التصور التي الذي انت تتصوره من الامام انا لست كذلك الامام الصادق امام مفترض الطاعه من الله سبحانه وتعالى سواء خرج او لم يخرج سواء حمل السيف او لم يحمل السيف وليس حمل السيف شرط للإمامة الإمامة معينة من قبل الله سبحانه وتعالى من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فالعقيدة الذي تعتقدانه ها أنتما بأنه أنا أخرج بالسيف فأكون إماما كلا زين قال له ما معناه سنقرأ النص اذا انت لا تخرج بالسيف فعبد الله بن الحسن ومحمد ابن عبد الله هذان خرجا بالسيف وعندهما سلاح رسول الله وعند هؤلاء كما عندنا ان السلاح علامه الامامه سلاح الرسول صلى الله عليه واله الامام ينفي ذلك يقول محمد ابن عبد الله ليس عنده سلاح الرسول طبعا في هذا الحديث لا يوجد أنه ادعى ذلك لكن هذان ادعيا له عبد الله ابن الحسن هذا أيضا ليس عنده سلاح الرسول صلى الله عليه وآله ولا سيف الرسول إذا تصدقان فاذهبا إليهما إلى عبد الله وإلى ابن محمد واسألاهما عن وصف سلاح الرسول. هسه مره تسأله انه سلاح الرسول عندك لو ما عندك يمكن ظروفه بشكل انه لا يجاوبك. لكن اسأله ما هو علامة سيف الرسول صلى الله عليه واله؟ مقبض السيف حد السيف لا يدري لأنه ليس هذا السيف عنده. اذا عبد الله يمكن انه رأى هذا السيف عند الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لأن ابن عمه وزوج أخته، والإمام زين العابدين أيضاً كان زوجاً لأخته الحسن، الحسن المثنى وليس عبد الله، الحسن المثنى لعله رأى السيف عند الإمام الحسين عند الإمام زين العابدين، أما عبد الله ومحمد لم يرياه لذا لا يعرفان وصفه، روح اسألهما. ولكن عند اهل البيت هذا السلاح على كل حال قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجلان من الزيديه فقال له افيكم امام مفترض الطاعه يعني بالمعنى الذي يريده الزيديه ويعتقدون به فقال لا الامام الصادق قال لا يعني بالمعنى الذي تزعمانه انتم لا فقال له قد اخبرنا عنك الثقات انك تفتي وتقر وتقول به. تفتي يعني تدعو الناس اليك. تقر يعني بلسانك تقول انا الامام المفترض الطاعه. وتقول به يعني تعتقد به، هاي ثلاث مراحل. الانسان يعتقد بشيء ويقوله على لسانه ويدعو الناس اليه. زين الامام الصادق كان يقول انه هو الامام. وانه مفترض الطاعه لكن بالمعنى الامامي يعني الرسول هو الذي عينه بامر من الله سبحانه وتعالى لا بالمعنى الزيدي انه يخرج بالسيف فيكون اماما قد اخبرنا عنك الثقات انك تفتي انك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك فلان وفلان وهم اصحاب ورع وتشمير ورع عن المعاصي شده الورع عن المعاصي هذا يعبر عنه ورع شده الاجتناب عن المعاصي تشمير يعني شده العباده لان العابد يشمر عن ثوبه يعني يرفع ثوبه في الركوع في السجود او يرفع ثوبه حتى لا يسحب على الارض فيتلوث بالنجاسات فصلاه تصير فيها خلل وهم أصحاب ورع وتشمير وهم ممن لا يكذب هؤلاء قال بأنك إمام مفترض الطاعة أنك تدعي ذلك قال فغضب أبو عبد الله عليه السلام فقال ما أمرتهم بهذا الإمام كان في تقية فلان وفلان أنا لم آمرهم بأن يجهروا بالناس بأني أدعو إلى نفسي وأني الإمام لأن الظرف كان ظرف قلق المنصور العباسي طاغية ويقتل كل من وقف أمامه وبالفعل قتل جميعهم حتى هؤلاء من بني الحسن قتلهم فالإمام كان يدعو لنفسه خاصة الناس قال لا تجهروا بذلك زين ذول كيف ذهب وقال لفلان وفلان ما أمرتهم بهذا طبعا الكلام في إيهام لعله تصور أنه لم يأمرهما بأن يدعي الإمامة له بالمعنى الزيدي بأنه يخرج بالسيف فلما رأي الغضب في وجهه خرج زين فقال لي الراوي الذي هو سعيد السمان فقال لي أتعرف هذين؟ قلت نعم هما من أهل سوقنا منطقتنا وهما من الزيدية وهما يزعمان ان سيف رسول الله صلى الله عليه واله عند عبد الله بن الحسن. فقال كذبا. لا سيف رسول الله صلى الله عليه واله لا يوجد عند عبد الله بن الحسن المثنى ابن الامام الحسن عليه الصلاه والسلام. والله ما راه عبد الله بن الحسن ابن الحسن بعينه. ولا بواحدة من عينيه هذا النفي مطلق يعني عبد الله السيف ما شايفه فكيف يدعيان أن السيف عنده ولا رآه أبوه يعني الحسن المثنى ابن الإمام الحسن عليه السلام اللهم إلا أن يكون رآه عند علي بن الحسين لعله عند الإمام زين العابدين عبد الله بن الحسن, الحسن المثنى كان ابن عم الإمام زين العابدين وزوج أخته والإمام زين العابدين زوج أخته فكان هناك ارتباط وثيق بينهما لعله في يوم من الأيام رأى سيف رسول الله عند الإمام زين العابدين أما عبد الله ابن الحسن المثنى وابنه محمد ابن عبد الله هؤلاء لم يريا السيف زين إذا ذول الثنيين صادقين في دعواهما فليذهبا إلى عبد الله بن الحسن ويسأله عن أوصاف هذا السيف فإن كان صادقين فما علامة في مقبضه يعني مقبض السيف المكان الذي يأخذ الإنسان السيف به يسمى المقبض شنو علامة هذا المقبض وما أثر في موضع مضربه يعني محل الضرب يعني اعلى السيف حد السيف في علامه شنو هي تلك العلامه؟ ما هي تلك العلامه؟ وان عندي لسيف رسول الله صلى الله عليه واله وان عندي لرايه رسول الله صلى الله عليه واله ودرعه ولامته، اللامه ايضا نوع من انواع الدرع ومغفره هذا الذي يوضع على الراس فان كانا صادقين فما علامة في درع رسول الله صلى الله عليه، اكو تلازم اذا السيف عنده سائر السلاح والرايه ايضا عنده، لان كلها من مواريث رسول الله ومن علائم الامامه. فما علامة في درع رسول الله، وان عندي لرايه رسول الله المغلبه. وإن عندي ألواح موسى وعصاه يبدأ منها هنا بيان مواريث الأنبياء سنذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين